رجال شفنا هذوك التقافيح ديال العيالة عدناش ما عرفت حنا اش تنديرو حنا تنطبقو الاخوان انا بغيت نسولك واحد السؤال حسي واش فمك يا ولد لا كناكل بيه علاش ايوا كي مزيان وانت شربت معنا الملحه والحاره والحلوه وخبيرات اللي كيمشيو عند السبعي ها اذا من الناحيه المنطقيه والعلميه والبسيكولوجيه انت خصك يا اما تمحى بشي قومه يا اما لسان كيتقطع اختار واحده من جوج ولا خويا وسيم تضريف الله الا نساني الله يحفظك راه باش كنصور طرف ديال الخبز وسيم خويا الله يرحم باك وسيم وسيم لا الحمد لله الحمد لله طونسيون نقص والسكر وادك خصك دابا شويه ديال الراحه احيانا انا الراحه مع هاد البلاوات هادو الله يهديهم زيد عندك شويه ديال لويزه في الدار ما عرفتش وقيله كاينه احيانا لا خطيك عليا بنيتي الشكر ما هادي كون راه مشيت خلا روح لا من غير تعول في هادوك البلاوات على من الله يخليها لك امين يا رب امين انا السي الطبيب هالبصله ما بغي نصب انا طلبت كويس ديال لويزا لويزا بنيتي مسكينه كتلف حتى هي ملي كتشوفني كنمرض اي الله يشافيك يلا انا مشيت خليت لك الراحه وشربي الدواء اليوم كامل بلا عكز ماما انا داك الدواء دكتور حار يا دكتور حار ما تخافش السي الطبيب الا ما شربتش الدواء بالخطر غنشربوا لابس ايوا صافي يلا الله يجيب الشفاء وليدي كنت تستنشى معنا انا ولدي الله يرضى عليك راك بحال ولدي عارف اللي كاين مره اخرى شوف راه واخا انا ما واقفاش تبارك الله بنتي ما كتحطني يدي غير سمع لاسي ربي يخليك مره اخرى ان شاء الله يلا خليت لك الراحه يلا سلم على بنيتي وصلي لبابا الدار نوض واخا امي نوض صاحبي نوض كيبقى شويه سي طويل الحمد لله صحته ولات على قد الحال كيسوا على الدراري دابا راه عطيتها شي دواء باش تكالما حتى غنرجع نشوف كي صبحات صباح الخير دخل نشوف وليد السلام بقيت غير الوالده شويه اسمحي لينا امي انت انا راه ما داير لا بيديا لا برجليا راه هادو هما اللي مزيدين لي ومقدمين لي لكلشي شتك بحال بغيتي تدور علينا على دارنا شبان انت هو الولد شبات الاحترام الدراري راه انا اللي كبير وانا اللي مفروض نتخلى باش نصلح ما افستموه سيري انت خرجي برا تنساليو مع الوالده علاش غادي نخرج على برا على هي ماشي امي شتك بحال وليتي كتجاوبي معايا عندك الزهر الوالده مريضه زينب بارك الله يرضى عليك بنيتي انا مريضه واللي فيا يكفيني خلوني نتنطلع اجي جابك الله ولد عايشه بحال درهم ديال الحلال هاد الصباح صباح الخير اخويا ابراهيم راه ديك الكرطونه ديال السكر راه العقوبه نبيعك في الخطوه ديالك ولد عايشه سير اخويا سير حالاتك سير صبحنا الله سير حالاتك ما شاء الله الدمانه قريب الله يبعد علينا بنادم زينب بنت علي الله يرحمه الله يعمر هذا دريويشه وما فيه ما تعب خوته عطيه شهر ولا شهرين هما في الحبس وهذيك الساعه ضرب ليا الكحف البيض ودي الزواج راه زين ولكن عندي ورقيه مشتتين خاصني نهبط للاس فيو وجمع هاد الورقه جمع هاد الورقه وشوف واش الوالده لقاها ولا ما لقاهاش اسفي هي شي شويه ولا عيشه مشي معاك درنا واك شي مشروع ديال الزيتون بالعظم غنكحلوها صرف حتى شمن الزيتون ولا باللوط السيد راه خاصو الخروق باش تصاوب شهادات عزوبه راه برع هي شي عرسني فعلا شركه ديال ولد عيشه دابا يا خويا عطوه تقبل عليا زينب وتشد خوتها حياه هي الفريد كاع قبلاش بك زين عندك لاكار وراه غير ما نسمح لك نهضروا عليا خاصني نبط الاس باش نجيبها ود عيشه ما عندكش لاكار لا وكتهز معايا واش غتصيفطني للحبسه ود عيشه تما المشكل في لاكارت ولاكارت راه مهمه ود عيشه وجوج جوج من الحاجه وعندك ما تجيش تقدم من عندي والله ما نسمح لك غدا امام الله لاكارت مهمه عشيري ولكن شوف انا غنقضي لك لافير اول حاجه غدير غضرب شي حسينه مزيان موراها غنتصوروا شي تصاور مخيرين وداك الشيء اللي باقي ضربوا عليه خدي معايا لافير خدي معاك لافير خلي عندك هذا با مبارك الله يعاونك وشوف السكر ديال الخطوه عندك ما تقداش من عندي انا وصيت لا الحمد لله الحمد لله ام فاطمه ماشي بحال البارح
خلعتيني عليك بزاف. الحمد لله، الله يعطيك ما يخلعك. امين. رانا مزوقه فيك هاد المره، الا بغيتي تعطيني شي دواء شوف لي شي سيرو حلو شي شويه مع داك راه حرقي الحجاكي وحليا انا. وبركه بالبشوشة من فاطمه. الله يشافيك. السلام عليكم. عليكم السلام. تكلم لا فاطمه. الله يسلمك ورجعتكم ان شاء الله صغير خير ورحمه. شويه كنتي غتعقدي وما تبيع عليا. لا واه لا واه ياك دكتور. لا لا باقي باقي غادي نحضر لكم ان شاء الله العراساتكم والحفلاتكم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يجي فرحتك. انا مشيت نخلي لك الراحه. الله يرضى عليك. يلا الله يجيب الشفاء. امين. امين. انا نمشي نوصل للطبيب امي. يا خبنيت الله يرضى عليك. جلس اخوتي جلسي. سي الطبيب بغينا نعرضوك للفطور ولكن كاع البيض اللي كنكل هذا الاخذ. ايه رجعي لداخل بغيت الطبيب في واحد الموضوع على انفراد. بشش. شكرا زين. صد الفطور معنا. لا بصح وراح. وسيم انت كبير في خوتك وبعقلك تقيس على الوالده شويه، راه كبرات وبقات قاده على صداعي. والله الا لقيتينا كنتشاركوا في نفس النوايا الحسنه. يلا لقيتيني انا وخويا بيتشو كتذكروا على المشروع من اجل تحسين موارد الاخر. راك عارف الوالده مسكينه بالازمه وبدينا كنجمعوا في راس المال وبغيناك تعاون معنا في واحد 200 درهم. الله يجزيك بخير. واش انا الدواء نكون فابور ونزيد نعطي 200 درهم ماشي حشومه عليك السي واسيم؟ هادشي اللي خايب فيك هذا الشيء. انت واحد الانسان معروف بالعطاء ولكن الرياء ليست من شيء من الاطباء. كدير عمليه جميل. لا علاش؟ بغيت نغير شويه بعضا من ملامح وجهي. لا حول ولا قوه الله يعاونكم. مع الاسف بغيتو مزيان وغير بوحدكم. انا راه ماشي خايب، راه لي مويه اللي ما كاينينش. راه هذا هو المرض دابا. واش انا امي مريضه والدنيا مقلوبه وانت بارك عليا ابير موسيل توبلي من الصباح سالات لك روشارج موسيل توبلي؟ واش ما عندك حتى شي غرض من غيري انا؟ هيدي هيدي راه النقشه طالعه من بعد ونعاود معايا. اخونا حربات بقات ابعد الحب، يا غيديك الحبس يا غيديك الروضه وغتعلق فين تفلق. والله ما نتزاقل معاه بالله، زعما باك وميسير غير يخلعني انا. انا كنخاف من الدجاج كاع من الريش. انت ما فهمتش والو. انا 3485000 ديال الفتيات انت بانتك غبدل الكوميسير. اه هي اللي بانت لي كنبغيها ماشي سوق. تخلينا من هاد الهضره ديال الحب. راه خوتنا بجوج وسيم وفيتشو راه داروا بروجي ديالو، انا وياك خاصنا نديروا شي بروجي. دابا هما ولاو بجوج وحنا ولينا بجوج. راك عارف انت يا خونا واسين زيد نغزه شويه في القرايه قال لك غيدير مكتبه. وراه انا وياك خاصنا نشوفوا شي حل ونديروا شي لعيبه. وانت انت نوض دير محلابه دير مكتبه زعما الدرب عندنا عامره بالعلماء كلشي مبلي كتب وحدي اللي تيتبعوا بالدرب هما ديال الساكه. طيب عندك الصح حتى من الجورنال كيمسحوا بها الجاج. شحال واحد كياخذ جورنال ما كيقراش كيشوف هذيك الصفحه الاولانيه. وبيني وبينك راه خصنا نديروا انا وياك شي افير. شنو نديروا؟ شنو افير غندير؟ وانا بنت لي واحد القضيه مزيانه غادي نجيبوا الكونطراج ديال برا وغنبداو نبيعوا الدراري اللي غادي لروسيا. راك عارف مونديال زايه وتما التيتيز ما نعاودش لك. راه برا دابا حنا الدريات ديال روسيا مريحين في المطار دايرين البروشين لي باغ وداك الشيء مسيلي وتيتسناو في الحربه والنقشه يمشيو عندهم بالاحضان يا وطني. نوض قلب على راسك دير شي حاجه تنفعك من الهضره الخاوي. خونا حنا خاصنا العاقه والعاقه انا عارف مين غادي نجي ونجي طيري في بقينا لروسيا. يلا تبع صالة ديال روسيا كبيرة. لا اسمها حالة مودة وفشات المادة بيبان الآفة تحلت حيت عقلنا سدة. علمي علم واللي فهمي فهم حجة الله يقضيها الله.